بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ويقول الله في كتابه العزيز الحكيم: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله والرسول وأولي الأمر منكم، صدق الله العظيم. ومن هذه الآية سننطلق بواحد الكلام لهذا الجمع الجميل، لأن جمع فيه ناس ربما نقابة نسميها أنا نقابة المظلومين، يقول لي نحن كقطاع ديال النظافة فيه كاين النقابة الجبروتية وكاين النقابة ديال الضعفاء. هادي نقابة الناس الضعفاء. حنا هاد الجمع هذا ماشي جمع عام، بل أكثر من كل حي، وإن شاء الله بحول الله تعالى وبركاته الجمع المقبل ستشاهدون اجتماعا حيا حقيقيا من جميع الجهات ديال فاس، مع العلم أن المنظمة كلفتني ككاتب إقليمي اللي غادي ندور جميع الجهات اللي فيها أوزون، واللي غادي نديرو أول مرة في الحياة فكرة ديال القطاع ديال النظافة اللي غادي يكون فيه قطاع موحد، لأن نحن جسم واحد. ما دامنا كنلبسو كسوة الأوزون كاملين وعندنا منضة وحدة كنتخلصو بها كاملين، ومش غير واحد كاملين إلا وخصنا نكونو في خندق كاملين. النهار اللي نبغيو نحطو شي ميل في مطلبي ما يحطوش أربعة على حسب المقاس ديالهم، ويبقاو يتفاوضوا به في الغياب الآخرين، وما يمسك كانوا كيتفاوضوا ما يكونوش كيتاجروا، لأن ديال المفاوضة والتجارة شي كبير. لأن النهار اللي كيعطينا المشغل، أنا 20 عام عندي النقابة، رسمونا 3 ديال الجروبات الناس اللي راه حاضر منهم هنا في هذا الاجتماع هذا، ما رسمناهمش حنا بنقتلوا المشغل، ما رسمناهمش حنا باللي معانا معانا واللي ما معاناش نطيروا له راسو. حنا ما معاناش، ما رسمناش باش نهرسوا الطوموبيل ديال الشركه. حنا رسمناهم بطرق حبيه، لان الا كنت انا مع المؤسسه كنشتغل معها كنت معها في سيروره حسنه، راه غدا غادي نقول له رسم لي راه غادي يرسم لي. ولكني الا كنت انت كعامل حرام عليك تهضر مع المشغل، وانا حلال عليا نتقهوى معاه، والنهار اللي ما يبغيش يدخلني نتقهوى معاه يجليني ونهبط لعندك نتا وندير كعود النار ونحرك فيك العافيه ونحرك. خلال الكلمه اللي قال الاخ الكاتب الكحليمي السي حمزه ديال 200 درهم، حنا كاين بعض الاخوان هنا اللي هاد الهضره هادي مارسوها معنا وناضلوا معنا حتى هما فيها. حنا دزنا 3000 ريال، 3000 ريال العمولة راه كيتخلصوا بها دابا حاليا، 3000 ريال، 3000 باني، 3000 سوليسير. علاش؟ حنا مع اللي زدناها ما رسناش الطوموبيلات، حنا مع اللي زدناها ما قلنا شيء اودي هذاك معانا معانا والاخر اللي ما معناش. لا، كنا كندخلوا عند بن سعيد راه في دار الحق، وحنا حنا في دار الظلم، كل واحد يتحمل مسؤوليته في الدنيا وفي الاخره. كنا كندخلوا لعندو كنقولوا له الحاج حنا غنديروا لك الرتوش، غتزيدنا واحد 1000 ريال دروندمو، حنا غنزيدوك في الميزان وانت غتزيدنا 1000 ريال. كيفرح، كنخدموا حتى حنا بالجديه والعمل، وكان كيسارجي مثلا 200 طن كيولي كيسارجي 240 طن، كيجي من سميتو الديسارج كيجي عنده ديك الورقه كي فيها 240 كيقول لهم هادو يستاهلوا 2000 ماشي غير 1000. مع العلم هاد 200 درهم اللي هي خلقات الضجيج في المدينة ديال فاس، وخلقات واحد الضجيج اللي هو ليس الإنسان اللي محاور فيه. أنا في النظرية ديالي إلا بغينا نديرو إضرب على 4000، في نظريتي الضعيفة والصغيرة خصنا نديرو الإضرب على المجلس. وإلا قلتي لي علاش خصنا نديرو الإضرب على المجلس، يمكن لي غنجاوبك، لأن المجلس هو اللي ساني على واحد 3 المليار غادي يزيدها للشركة باش غتزيدني أنا ديك 4000. ولكني دخلات ناس دخلت في الوسط سماح الله، اللي كانت ما كتعرفش تناقش، ولكني هي مسؤولة، لأن لا يوقع النجار باش تعطيه يصوب لك البلغة ويجيبها هي هادي، ما يمكنش. واش بنادم، واش واحد حرام، واش واحد حرام حتى شاب راسو باش يولي يضرب الشوكة، وواحد كيقول له أنا كنعرف نضرب الشوكة، ما يمكنش. نحن الا بغينا المطلوب كنحطوه وكندرسوه من جميع الجوانب، حنا الترصاف
وانا نحتفظ كاع على السعر راه الشريف ومسحاتي في مسحاك ثلاث ايام للكونت راه كيبقى ينقص منك الدم هذاك ربح عندي. انا لو علبت لهاد الناس دابا هاد الناس الجداد الى علبت لهم هاد المنظمه وبالتعاون ديالكم في الاستمرار ديال العمل واللي عنده دراعو راه داك ربح، لان القانون يسرع عن الجميع. اذا خصنا نديرو حنا واحد تكافؤ الفرص مع الجميع. ولهذا حنا هاد الجمع هذا دابا الحالي اللي عندنا راه حنا ما اجتمعناش باش غدا غادي نخرجوا اننا غادي نرجموا الحجر للشركه، لان الشركه مواطنه حتى حنا خصنا تكون عندنا نقابه مواطنه. ولدنا نديرو حنا النقابه ندابزو مع المواطن، ندابزو مع السلطه اللي هي الوصيه ديالنا، ندابزو مع المشغل، ندابزو اذا حنا كنبقاو ندابزو بيناتنا سالينا. لهذا الاخوه اللي باش ما نطولوش في الكلام ديالنا، هذا الاجتماع لجنه تحضيريه لان من حضر فيه فيحسب نفسه انه لجنه تحضيريه، وغادي نخرجوا من هنا اننا كنبلغوا الميساج حنا نقابه ما ضد لا زيد ولا عمر، حنا مع الحق. كما قال الاخ حمزه انصر اخوك المسلم ظالما او مظلوما، قال له كيف يا رسول الله وهو ظالم؟ صلى الله عليه وسلم قال له كف عن ظلمك. دابا على مطلب 41 صاحبي شكايه في القضاء الله من هذا من كان، راه ديك ال 41 شكايه اللي كاينه دابا في المحكمه اقسم بالله العلي العظيم حتى تكونوا الى نتوما ونحن معكم في الدفاع على ديك الناس. حنا ماشي ضد شي واحد، الناس اللي راها في المحاكم حنا نعطيوها الدرس الاخلاق النقابيه، درس اخلاقي. انا ما نتجمعش ما نبغيش ما نحملش كاتب عام ديال النقابه او امين عام النقابه اللي يجلس ويقول لي هبط غدا ضرب امو. انا تجي شركه ترقي ناس وانا ما بقاتنيش ونقول له ضرب، ولكني ملي كيجي واحد اللي كبر حدايا وتقطع حدايا وضرب 20 عام الزبل وجا ترقى نقول له لا الله من هذا من كان. اذا حنا كما كنقولوا الاخوان باش ما نطولوش مره اخرى، وراه بزاف ما يتنقال هو اننا حنا نقابه وطنيه. حنا راه حنا عندنا نهار غنبغيو ننزلوا المطلب، بغيتكم ندرس من الاتجاه ديالكم بالاصل. ولا درنا ميل في مطلبي حقيقي ودرنا واحد النقابه اللي هي حقيقيه، شتي نربحو جوج الرجال. هادي ما خصناش نقولوها ولكن غنقولوها باذن الله، ربحو جوج ديال الجهات. اقسم بالله العظيم ما نقولوش حنا ما كناكلوش الحرام، كنعراقو حتى ناخذو الحرام. شتي نربحو السلطه والمؤسسه اللي كنشتغلو معاها، من السلطه هي الوصيه وربحو المؤسسه هي اللي كتشغلنا. المؤسسه يمكن اللي نكون ضدها وتكون انت الاخر كلنا ضدها، هي النهار اللي ما تدوزليش الماندا ديالي ولا كنسد درهم وغتعطيني 18 دريال ما غديكلاريش فلامو فلاسينيسيس. انا معاكم هذا حقي، لا يعقل باش غيبقى ساكت عليه شي واحد. او كنخدم 7 الساعات ويجي هذا المكتب ولا النقابة تقول لا غنخدم 11 ولا 9 الساعات. ولهذا كنتمنى من الله يكون هذا جمع ديالنا مفيد واستفدنا فيه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.